مرحبا، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح اورجيكم كيف رح اعمل كارديجان بالكروشيه. يلا نبلش. اول شيء انا استخدمت 3 خيوط، لون زهري وبيج ورمادي، هيك شكلهم. ورح استخدم ابرة كروشيه مقاس 2.5، ورح استخدم ابرة عادية ومتر مشان تقيسوا. هلا رح اورجيكم كيف رح يكون شكلهم. للجزء اللي من ورا رح يكون فيه 25 مربع، الجزء من قدام رح يكون فيه 20 مربع. من عند الايدين رح يكون من كل جهة 12 و12، يعني 24. هلا بالنسبة للمربعات رح اعمل هاف دبل كروشيه. اول شي بنعمل البداية هاي الطريقة، رح نشتغل 22 غرزة. هلا رح ندخل نعمل اول شي هيك لفة على الابرة، ورح نترك اول وحدة وثاني وحدة ندخل بالثالثة هيك، وناخذ الخيط ونطلع. رح نشتغل هاف دبل كروشيه، يعني ناخذ خيط ونطارهم كلهم بس هيك. رح اكمل على كل الغرزات، نرجع نلف على الابرة وندخل باللي بعدها وناخذها ونطارهم، نلف على الابرة ندخل باللي بعدها ندخلها ونطارهم، نلف على الابرة وندخلها بالغرزة اللي بعدها. هلا بنكون هيك خلصناهم كلهم. مشان نرتفع كمان سطر نعمل غرزتين بطريقة، بعدين بنلف الشغل اللي عملنا وبنبتدي نترك اول وحدة هاي وندخل بهاي، يعني هاي ما رح ندخل فيها، هاي رح ندخل فيها هيك، وناخد الخيط ونطاره ونسحبهم كلياتهم. بنضل هيك بنعمل، حورجيكم مرة تانية. تلفوا الخيط بندخلوه، تسحبوا الخيط وبتسحبوا الثلاثة مع بعض، تلفوا الخيط بتدخلوه، تسحبوا الخيط تاخدوا الثلاثة مع بعض وبتكملوا الأخير، وهيك بطلع معكم شكل مربع مثل هاد. رح نحتاج 23 مربع من كل لون، يعني بيج 23، بينك 23 مربع، ورمادي 23 مربع. رح يصير التوتال كله 69 مربع. وبالنسبة لحجم المربع رح يكون ارتفاع 15 سطر و22 غرزة، يعني رح يعطينا 11 سنتي 11 سنتي. بالنسبة للريبنج عملته هاف دبل كروشيه بس باك لوبس، ونفس الشي للإيدين. هلا رح أوريكم كيف تقدروا تعملوه. طبعا الإيدين انتو تعملوه حجم بدكم اياه. بلشت ب 11 غرزة، تقريبا طلع معاسه 100 سنتي. أول شي بالنسبة لل هاف دبل كروشيه بس باك لوبس للريبنج، رح نعمل البداية نعمل 11 غرزة، 1 2 3 4 5 6 7 هيك يعني. هلا رح نترك أول وحدة والثانية وندخل الثالثة هيك ونطلع، نعمل مثل ما عملنا بالمربع أول صف كامل، يعني ندخل ونطالع ونطالع الثلاثة، نكمل هيك لآخر الصف. وهيك بنخلصنا السطر الأول. رح نعمل غرزتين ارتفاع، رح نلف على الإبرة وندخل
أول وحدة بس هيك، وناخد الخيط ونطالع هيك شكلها حصير، ونطالع الثلاثة مع بعض، ونفس الشيء نكمل ندخل من هون ونطالع ندخل من هون ونطالع ندخل ونسحب الثلاثة، وهيك الشكل بيكون صار عندكم هاف دبل كروشيه باك لوبس. وكل ما تكون تيجوا تعملوا سطر جديد تعملوا غرستين ارتفاع، المربع والريبينج. وهي بكون واجهكم كيف تعملوا ريبينج. بتعملوا نفس الشيء للإيدين، بستعملوا حجم إيدكم، وبكملوا هذا الكارديجان بكملوه 100 سنتيمتر، وبتعملوا كمان واحد بتبدأوا بست غرز، وبتكملوا كمان 117 سنتيمتر. هلا جوات نخيط مربعات مع بعض، رح استخدم الإبرة اللي قلت لكم عليها وندخل الخيط. رح نبدأ ندخل بأول غرزة، ندخل نفس الشيء هون رح أدخل هون وكمل هون. أهم شيء يكونوا غرز عم دخلهم نفس المكان عشان ما يضل في هيك قطعة زيادة من هالشكل أو هيك تاني، بكملوا على نفس الشيء. وهيك صار شكله بعد ما جمعتهم مع بعض. إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا تروحوا تعملوا لي فولو على انستغرام والتيك توك. باي.